خلينا نكمل، لان كمان في خبر خاص بالنادي الاهلي. بالامس كابتن محمود الخطيب اجتمع مع باتسو موسيماني، وكان بحضور كمان كل من كابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب ليه بقى؟ عشان يناقشوا بعض الامور الخاصه بالفريق. سواء احنا بنتكلم هنا خلال المرحله اللي فاتت، وفيما يتعلق كمان بالاستعدادات للفتره المقبله والعمل على مسانده الفريق، توفير احتياجاته كمان لاستكمال طبعا المسيره بشكل قوي على الصعيدين. هنا بنتكلم الصعيد المحلي والصعيد الافريقي. اجتماعات زي دي بتكون في منتهى الاهميه، فكره ان انت تقيم نفسك يا كريم الفتره اللي فاتت واللي جايه، ايه اللي ناقصني وازاي ان انا اتطور وغيره. ده طبعا شيء من سمات النادي الاهلي، فكان اجتماع في غايه الاهميه برضو كنا لازم ننقله يعني لحضراتكم.